السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس العلوم للصف الثامن. عنوان درسنا لليوم مملكة الطلائعية. تحدثنا سابقا عن تصنيف وولتكر للكائنات الحية، صنفها إلى 6 ممالك ألا وهي البدائية، تحدثنا سابقا عنها البكتيريا. اليوم سوف نتحدث عن مملكة الطلائعيات، وصنف أيضا إلى مملكة الفطريات والحيوانات والنباتات. انظروا إلى الأشكال التالية: جميعها طلائعيات: سبيروجيلا، براميسيوم، أميبا، يوغيلنا، فوتر، غروي. صنف الكائنات وفق طريقة تغذيتها. هناك كائنات ذاتية التغذية، هنا الطلائعيات وغير ذاتية التغذية. ذاتية التغذية ماذا نعني بها؟ أنها تصنع غذائها بنفسها كالنباتات تصنع غذائها بنفسها. غير ذاتية التغذية، هون ذاتية التغذية الطلائعيات مثال عليها سبيروجيرا ويوغرينا، ذاتية التغذية تصنع غذائها بنفسها. غير ذاتية التغذية أي تعتمد على غيرها في الحصول على الغذاء، مثل البراميسيوم، الأميبا، الفطر الغروي. إذن تقسم مملكة الطلائعيات إلى 3 أقسام: طلائعيات شبيهة النباتات مثل الطحالب، طلائعيات شبيهة الحيوانات مثل الأوليات، وطلائعيات شبيهة الفطريات اللي هي الفطريات غير الحقيقية. سوف نقوم بالتحدث عن 3 أقسام. في البداية سوف نتحدث عن الطلائعيات شبيهة النباتات ألا وهي الطحالب. أيضا الطحالب عدة أصناف، وتصنف الطحالب حسب صبغة الكلوروفيل والصبغات الملونة، نوع الغذاء المخزن، تركيب الجدار الخلوي. قلنا أن الطحالب شبيهة النباتات أي أنها ذاتية التغذية تصنع غذائها بنفسها، أي أنها تحتوي على صبغة الكلوروفيل. تصنف الطحالب اعتماد على الصبغة الموجودة في خلاياها، إضافة إلى وجود صبغة الكلوروفيل إلى تصنف حسب اللون اللي هي طحالب خضراء، حمراء، بنية وذهبية. ما سبب وجود طحالب بألوان مختلفة؟ اختلاف الصبغات الذي يحتويها كل نوع من الطحالب. كل نوع من الطحالب تحتوي على صبغة مختلفة عن الآخر. أذكر أمثلة لطحالب وحيدة الخلية وأخرى عديدة الخلايا. إذن الطحالب في منها وحيدة خلية وفي منها عديدة خلايا. وحيدة الخلية مثل الطحالب الذهبية، وعديدة الخلايا مثل الطحالب البنية والحمراء. طب فسر، تعتبر الطحالب ذاتية التغذية. لماذا ذاتية التغذية؟ لأنها تحتوي على صبغة الكلوروفيل وتصنع غذائها بنفسها من خلال عملية البناء الضوئي. حكينا هي شبيهة النباتات، تحتوي على صبغة الكلوروفيل الذي تساعد في عملية البناء الضوئي. طحالب عديدة الخلايا، لماذا تسمى طحالب عديدة الخلايا؟ هنا كما في الشكل كما في الصورة طحالب خضراء، وهنا تسمى عديدة الخلايا. لماذا؟ لأنها تظهر بشكل مستعمرات تمتد لمسافات بعيدة بالقرب من الشاطئ، مثل الطحالب الخضراء، وبعضها في قيعان البحار القريبة من الشواطئ مثل الطحالب البنية والحمراء. إذن أمثلة على طحالب عديدة الخلايا مثل الحمراء والبنية والخضراء. هنا طحالب عديدة الخلايا تحتوي على أكثر من خلية. تعد الطحالب من أقدم الكائنات الحية. كيف عرفنا أنها من أقدم الكائنات الحية؟ بسبب وجود أحافير تعود إلى ملايين السنين. هنا الطحالب أيضا أعداد كبيرة ومتنوعة، وللطحالب استخدامات وفوائد كثيرة في مجالات متنوعة مثل الزراعة والصناعة والطب والغذاء وهندسة الجينات.
وأيضا هناك طحالب تخزن الغذاء على شكل زيوت، من هذه الطحالب الدايتومات، هنا كما في الشكل الآتي صورة للدايتومات. إذا الدايتومات تخزن الدايتومات الغذاء على شكل زيوت. ثانيا، من مملكة الطلائع الأوليات. الأوليات في منها تسبب أمراض مثل مرض الزحار الأميبي. ما هو مرض الزحار الأميبي؟ يسبب طفيل الأنتاميبا. أعراضه إسهال، ألم شديد عند التبرز، وفقدان الشهية، وضعف عام في الجسم. يهاجم الخلايا الأمعاء الدقيقة للإنسان. ينتقل، كيف ينتقل؟ عن طريق الطعام أو المياه الملوثة. إذا الأوليات تسبب أمراض، من هذه الأمراض مرض الزحار الأميبي. طب فسر خطورة السباحة في برك الماء والمستنقعات. برك الماء والمستنقعات غير نظيفة، ماذا تسبب؟ لأنها تشكل وسطا خصبا لحياة الكثير من الطفيليات التي تسبب أمراض عديدة للإنسان، ذكرنا منها مرض الزحار الأميبي. هنا في الجدول الآتي يبين الأوليات والمرض. الأوليات والمرض الذي تسببه، هنا سمى الأوليات الطفيليات. لماذا تسمى الطفيليات؟ لأنها تتطفل على الكائن الحي، كائنات حية أخرى للحصول على غذائها. من هذه الأمراض التي تسببها مرض الملاريا، الليشمانيا، ومرض النوم. وهناك الناقل الذي ينقل الطفيل إلى الكائن الحي ويسبب له المرض. إذن ما هو الناقل؟ أي الكائن الحي الناقل، هنا يشكل وسط لتنشيط الطفيل وتحويله من طور غير معدي إلى طور معدي. وتنتقل معظم مسببات المرض عن طريق هذا الكائن الحي. إذا الكائن الحي الناقل ينقل الطفيل إلى الكائنات الحية ويسبب لهم الأمراض وتحول الطفيل من طور غير معدي إلى طور معدي. فسر معظم الأوليات ضارة، لأنها تتطفل على خلايا الكائنات الحية الأخرى وتعتمد عليه في الحصول على غذائها، وبذلك تسبب لها الضرر. الأوليات تقسم إلى قبائل مثل الصوتيات والأميبات والبغيات والهدبيات. وهنا مثال على كل قبيلة: الأميبات الأميما، البغيات البلازميديوم، الهدبيات البراميسيوم، والصوتيات تربان سوما. وأخيرا الطلائعيات شبيهة الفطريات. تعيش الفطريات الغروية في التربة الرطبة والقطع الخشبية المتعفنة وأوراق النباتات وعلى المواد العضوية المتحللة، وتبدو على هيئة كتل بروتوبلازمية لزجة. في منها ألوان الأبيض والأخضر والأصفر والأحمر، تنتج أجسام ثمرية شبيهة بتركيب الفطريات. إذن هيا بنا نجيب عن بعض الأسئلة. اختر الإجابة الصحيحة. يعتبر البراميسيوم من الأوليات الهدبية. ما القبيلة التي يضم إليها البلازميديوم؟ قبيلة البغيات. شكرا لكم أعزائي الطلبة.